ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. سلام المسيح معكم أعزائي المشاهدين، وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. والحلقة اليوم مخصصة لآلة العود وللإجابة على الأسئلة اللي أجتني على صفحة الفيسبوك بخصوص الآلة نفسها وكيف تعلمها وكيف البداية فيها. وأنا مشواري طويل مع آلة العود، ابتديت أتعلم من عمر 10 سنوات، لكن أنا بقول ما فيش عمر معين ممكن الواحد يتعلم فيه أو يبطل يتعلم فيه. طالما عندك حب للآلة وعندك إصرار في داخلك إنك تحط وقت وتصبر، ممكن تتعلم تعزف أي آلة في الدنيا. أنا بقول طبعا بمعونة الله بمواهب مختلفة حسب ما ربنا أعطاك من وزنات ومن مواهب. سؤال بيجيني دايما إنه كيف أبدأ العزف مع آلة العود؟ وجوابي زي أي آلة تانية. العود يمكن عشان إحنا في الغرب شوية، العود مش منتشر زي ما منتشر الجيتار. في كتير طرق ودراسات هون أو فيديوهات للجيتار موجودة متاحة، لكن نشكر رب لما صنع في الإنترنت، فأصبح كل شيء متداول الآن وكل شيء موجود. ممكن تلاقي فيديو تبدأ فيه العود، لكن في البداية أنك تمسك العود في وضع مستريح وأنت قاعد، أو أنت قاعد بتعزف عود، ويكون ارتكاز العود اليد اليمين هي مثبتة العود، الإيد اليسار بتكون حرة تتحرك على الفينجر بورد أو على رقبة العود، وأنت بتعزف تكون مرتاح، ظهرك مرتاح على العود وقادر توصل في الريشة للمنطقة اللي عليها البيك جارد أو الواقي اللي بتكون عادة بلون تاني على العود، فتعزف في المنطقة هاي ما بين هالمنطقة هون براحة طبعا. وريشة العود بتكون في الإيد بالشكل التالي، ممسوكة بالأصبعين، والإيد كلها بتلف حواليها وبتعزف برسغ الإيد اللي بيعمل الحركة. مش كل الإيد، لكن الرسغ في الإيد بيعمل الحركة، وكل ما كان الحركة خفيفة كل ما كان حتى النوتات أحلى على العود. اللي بعني إنه لما الإنسان بيعزف بشدة تسمع صوت الريشة أكتر وبيكون العزف أقوى. هلأ أنت محتاج بعض الأحيان تعزف بشدة، لكن ما يكونش هذا العزف السائد، إنه الإنسان يتعلم من الأساس يعزف. وأي عادة بياخدها الإنسان في التعلم العود في البدايات بتضل معه. فأرجوك وأرجوك وأنت بتتعلم، خاصة بتعلم جديد، فرصتك إنك تبتدي صح، لأنه صعب تصلح بعد ما تتعلم غلط. وأنا عندي كتير أخطاء في العزف، يمكن في الأصابع أو في الريشة أو شيء، ولسه بحاول أتعلم وأغير، لكن تغيير عادة سيئة صعب جدا. أما البداية بعادة صحيحة أو بطريقة صحيحة للعزف أسهل، دايما أسهل. فعلم نفسك، علم نفسك الخفة بالريشة في العود. ريشة تكون يدوب مسنودة في الإيد، مش ما بشد على الريشة كتير، الريشة مسنودة في الإيد، وبكون حركة الريشة خفيفة، والتعامل مع الأوتار بنعومة وبخفة عشان تاخد الصوت الصح. وتجرب إذا الريشة طالعة زيادة من الإيد تسمع صوت الكليك كتير لغاية ما تزبط مساحة الريشة تقريبا 1 لـ1.5 سنتي، وتكون ضربة الريشة ناعمة على الأوتار. ابتعد عن حركة الإيد كلها، لا، وتكون الرسغ والريشة ناعمة مع الأوتار. وابتدي يتعلم على الأوتار وتر وتر.
الوتر الأول اللي من تحت بحركة تحت فوق تحت فوق سبعة ثمانية سبعة. وتر الثاني، وتر الثالث، الرابع، ما إلى آخره في كل الأوتار. وللإجابة على السؤال بالنسبة للجيتار، الجيتار في ما يسمى بفريتس أو بارز بتكون على رقبة الجيتار بتحدد أبعاد النوتة، فكل بعد من هالأبعاد هو نص، نص واحد واحد ونص اثنين إلى آخره. بالنسبة للعود ما زي ما بتلاحظوا ما فيش فريتس، ما فيش هالمتل بارز اللي بيقسموا رقبة العود، فلازم العازف يتعود على الأبعاد، وهو شيء كويس. يعني يمكن هو شيء صعب في الأول إنك تعرف الأبعاد، لكن لما تعرف الأبعاد عندك حرية إنك تعمل سلايدز وتعمل articulations في العود وتغيير وتشكيل النغمات أكثر بكتير من الجيتار. والسؤال عن السيكا، شو هي السيكا وليش ما بتلتعب على الجيتار؟ السيكا أو الهاف فلات، الهاف شارب أو نص بيمول، هي نوتة بين البيمول وبين البيكار، أو بين البيمول الفلات والناتشرال أو الشارب والناتشرال. مثلا عندي مقام النهاوند من الدو، ممكن لعبوا على الجيتار لأنه كل النوتات ما فيش فيها ربع تون أو سيكا، هاف فلاتس وهاف شاربس. سي دي اي فلات أو سي دي اي عجم، سو عندنا الإي أو المي، سي دي اي مي بيمول، سي دي اي مي ناتشرال. الربع بتصير بالنص بين المي والمي فلات، دو ري مي سي دي اي اي، فهي صار بالنص بين ال او طبعا اهميتها بالنسبه للمقامات الشرقيه بتدخل في عده تركيبات للمقام. فهذا الصوت الإنسان اللي متعود يسمع غربي أو أكتر آلات غربية وموسيقى غربية بيكون لازم يتعود على إنه على سماع الربع تون في الموسيقى العربية. فإحنا كشرقيين ما منفكر فيه وخلقنا منسمعه في حوالينا، موجود في موسيقتنا العربية في ترانيمنا الشرقية، فبيكون سهل علينا إحنا كشرقيين إنه نتعود تو أدابت على الربع تون. من المقامات مقام الرصد، اللي موجود فيه الربع. بالنسبة لدوزان العود، في سؤال كيف أدوزن العود؟ لازم يكون عندك آلة تصدر صوت موسيقي أو طبقة بيتش معينة تعمل عليها الدوزان، ولازم تعرف أسماء النوتات الموسيقية المتصلة بكل وتر. فمثلا الوتر العالي هو الفا، الوتر الثاني دو، الوتر الثالث ري، سول، لا، فا. ولو عندك وتر سابع في العود بتعمله دو. طبعا الفاريشنز أو التشكيل بصير في الوتر الخامس قبل الأخير، في ناس بتعمله أو الأخير لو عندك خمس أوتار أو ست أوتار. الناس بتعمله سول أو جي، وناس بتعمله فا، وناس بتعمله مي. أنا بعمله فا بالعود. مرة تانية فا
دو سول ري لا فا دو. وأوتار بتناسب بعض في البيتش بسموه أكتف، دو فا and so on. تتعلم على دوزان العود وبلش وتر وتر، حاول انك تطابق الوترين على بعض. في بالنسبة للعود كل وترين في العود جنب بعض باعتبار نوتة واحدة، مثلا ما بلعبش على وتر لحاله، بلعب على التنين مع بعض وبكون اسمه وتر الأول التنين. بعد الفاصل رح نسمع كيف طبيعة طريقة التشكيل على العود وكيف انك بتغير وانت بتلعب الستايل او طريقة العزف عشان تشكل او عشان تضيف شيء للي عم تعزفه. ترنيمة وعود زي ما قلنا مقام الرصد، مثلا ناخد ترنيمة انا عايزك انت، في ناس بتعزف هو تعود انه يعمل هيك، وشيء مش غلط بس كترته بتصير غلط، بصير الباترن او الطريقه هاي شغاله في كل الترانيم. لو عندك هالطريقه حاول تغيرها انك تدمجها باساليب ثانيه. الأساليب الإيقاعية إنه الترنيمة على المقسوم، فبتحاول تلعب المقسوم وأنت بتلعب الفريزز أو الجمل الموسيقية. نحكي فيه أكتر عن العود وأجاوب على أكتر أسئلة بتحبوا تسألوها، بصلي تكون الإجابات اللي جاوبتها تكون وافية للي سألوها، وبشكركم على متابعتكم وعلى تشجيعكم وعلى استماعكم دايما وعلى أراءكم الهادفة اللي بسمعها دايما. لحد ما نلتقي المرة الجاي، الرب يكون معكم ويبارك حياتكم. سلام المسيح. ترنيمة وعود.